تاني اقول صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنكمل الهيل كورس. قبل ما نكمل الهيل كورس، طبعا مش متنايل ولا فاكر احنا وصلنا لغايه فين، انما مش مهم. انا همشي بسرعه بزياده عن اللزوم لان ضروري اخلص الهيل كورس ده النهارده. ايه المشكله؟ المشكله ضروري تقولوا لي، حد شاف امبارح الحفلة بتاعت تسليم اوباما لترامب ده الحكم؟ كانت المشكلة في الفساتين اللي كانت هناك. لما نبقى بقى فاضيين مع بعض كده نقول لكم، كان فيلم امريكاني اصله امبارح، انما بعدين يعني هندردش مع بعض في الموضوع ده. تاني، هير لوس لا تيننج لا شيرينج. يعني ايه سيننج؟ وضروري وانا بشرح تتكلموا معايا عشان تعرف، يعني مش تقعد تسمع وبس. يبقى لا تيننج لا شيرينج. تيننج يعني مور سكالب از فيزيبل، وغالبا دي اند اي جي اي اللي هي الاندروجيناتيك الوبيشيا، وفي حاجه اسمها اللي هي لما الواحد يكبر في السن. سيبكم منها. اتنين، ودي مهمه قوي، شيدنج اللي هي الشعر افري وير. سجادة تقول لك مليانة، المكنسة لما تيجي تكنس مكنسة الكهرباء تتملي، الموجودة في الحوض، موجودة في البانيو، و و و و و والدنيا مسودة في حياتك. واحنا اتكلمنا ان اهمهم التيلوجين افلوفم اناجين افلوفم، ماشي. طب في كمان حاجة اللي هي الالوبيشيا ارياتا، وهنتكلم عليها تاني ولا رابع ولا تامن. هير لوس دي، ده يا اما العيان جه بكيس الشعر يبقى دي على طول قول ورايا عشان خاطري، انا متعود دايما اسال الناس وهم معايا، اللي هي التيلوجين افلوفم او كرونيك تيلوجين افلوفم. خلاص دي مش عايزه محتاجه اي حاجه. طيب ثيننج ولا شيرينج؟ الثيننج ده مور سكالب از فيزيبل، وده مهم خالص. شيرينج هير افري وير، يعني الشعر موجود في كل حته، في ديت في ميل باتر او الاي جي اي، وديت تيلوجين افلوفم او كرونيك تيلوجين افلو. يبقى احنا عندنا نوعين من تساقط الشعر. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، وقلنا ده جيني، وده مهم خالص ان انتوا تعرفوا اللانجوني ده مين. لانجوني ده واحد يهودي، هو اللي بيتبرع للامريكان او للسنتر، نيويورك سنتر ده ميديكال سنتر، بفلوسه 400 مليون دولار او حاجه كده. انما خدوا بالكم من الفرق ما بين فلوسنا احنا بتروح فين، او فلوس اخواننا العرب بتروح فين، وفلوس اليهود بتروح فين. ده حاجه في اصل العلاج، حاجه في اصل الديانه اليهوديه، انه ضروري يتبرع. برضه مش هنضيع الوقت وهنشرح ديرموسكوبي، وقلنا لكم وقلنا فضل الدكتوره هدى منيب علينا في الحته دي، ولغايه ما علمتهن واحد واحد، ماشي. ادي كل انواع الديرموسكوبي، جيب لك واحد اعتقد ان شاء الله ب 700 دولار، واحنا هنحاول نجيب هنا واحد كده بيبيعه على رخيص، ان شاء الله هيكون موجود. نرجع بقى ونقول تاني او تامن او عاشر تكرار كده عشان انت شاطر، ضروري نبقى فاهمين راسنا من رجلينا. تاني، دي الشطاره ان انت تلقط الحاله ديت اي جي اي ولا تيلوجين افلوفا. اشمعنى؟ هو معظم الحالات كده، معظم الحالات كده، لا كرونيك تيلوجين افلوفم لا اندروجيناتيك الوبيشيا، اللي حتى بنقوم حاطط الديرموسكوبي. الديرموسكوبي لما تحطه هتبقى بعد كده هنشرح لكم خمس نقط ضروري تعرفها كويس. عشان هنا بقى اول حاجه هعرف بيها الدايفيرستي. يعني ايه دايفيرستي يا جماعه؟ هير ثيننج ده فيه شويه من الشعر رفنعين وشويه من الشعر تخان. لو في اكتر من 25% من كل الشعر في الدايفيرستي دي للاختلاف في سمك الشعر، يبقى انت وانت مرتاح وقاعد وحاطط رجل على رجل اندروجيناتيك الوبيشيا، هتشخص الاندروجيناتيك الوبيشيا، ودي مهمه قوي 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 كمان.
فهنا دي باينه قوي ان من قدام الشعر مفتوح عن اللي ورا، يعني الشعر من قدام هتلاقوه مفتوح عن اللي ورا. ادي دي حاله اللي احنا قلت لكم عليها اللي هي لايكن بلانو بايلاريس، وانا برجع تاني واشكر جينا اللي بتساعدني عشان كده هي كتر خيرها يعني. ادي ديت لايكن بلانو بايلاريس، وبالمناسبه دول بياخدوا سيستم الكورتيكوسترويد على الاقل 40 مللي جرام، وساعات نزود عليها يا جماعه بلاكونين اللي هو الانتي ملاريا. نرجع بقى ونشوف الحاله دي، شوفوا فايده الدرموسكوبي. فايده الدرموسكوبي ان احنا ما كناش عارفين ايه الحاله دي. الحاله دي هل هي اندروجيناتيك الوبيشيا؟ هل هي اللي هي اي جي اي؟ هل هي تيلوجين افلوف؟ مش عارفين. قمنا عملنا لها درموسكوبي، طلع لنا ايه الدرموسكوبي؟ دي اول صوره ديت اهي، وبصوا المنظر ديفرنت لينث اوف ذا هير كات. وديت فيها حاجه كمان الدكتوره هدى بتحبها زي ما بقول لكم، الفريق دي رهيبه. دي ايه اللي هي عامله زي الحاجه المفتوحه سبعه كده، ديت في شيبت دي. دي كل الكلام ده يشخص ايه وانت مرتاح، تيلوجين افلوفم. طب دي حاله كمان بيني وبينكم، انا كنت مشخصها غلط، انا كنت مشخصها اندروجيناتيك الوبيشيا ولا كنت عارف ولا متنيل على عيني. انما دي لما بالدرموسكوبي بصوا، واحنا ان شاء الله عندنا دور الدرموسكوبي جايبين فيها 3 عتاولة، هنعملها في المركز القومي عشان حته رخيصه، بس اعتقد يعني انا مش عارف فاضل فيها 30 مكان او حاجه كده. دي لانهم بيدوا سيرتيفيكت من الانترناشنال سوسايتي. نرجع تاني ونقول ادي ديفرنت لينس، يا سلام على المنظر ده، يبقى ده ديفرنت لينس اهي، وادي ديت ليه؟ لا تمام رجع تاني. رجعنا تاني؟ طيب ترايكوتيلومانيا، والتكرار بتاعي اللي انا بقوله كل شويه، في عندنا لا ثيننج لا شيدنج، لا ثيننج لا شيدنج، وده مهم خالص خالص. شغال يا دينا؟ لا ثيننج لا شيدنج، وده اللي هو ترايكوتيلومانيا ديفرنت لينس. العيانه دي ضروري تتكلم معاها بالراحه لانها عندها سايكولوجيكال ديستربنس رهيبه 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 رهيبه. ادي المنظر ده، بصوا تاني ترايكوتيلومانيا من ده، وديت عندنا ما شاء الله في السنتر عندي، يعني بنلقط الحاجات دي بسرعه، دي كل دول منتوفين. ادي المنظر لما بيبقى كرونيك تيلوجين كرونيك ترايكوتيلومانيا، وفي اول ما بنشوف الحاله الحته اللي تحط فيها الديرموسكوب ضروري، مش كل يوم على مزاجك او كل مره على مزاجك، لا بنقيس من هنا تاني من البوينت ده بتاعت الجلابيلا دي اللي هي مطرح الحاجبين لهنا، بنعمل نقطه هنا ونقطه ورا، ضروري تكون ديترمن. مش كل مره تقول انا بتاع يعني لا هي 12 سنتي و20 سنتي او حاجه زي كده هبقول لكم عليها، وتقوم حاطين فيها كده ويطلع التقرير بتاع الفوليوسكوب. التقرير الفوليوسكوب انت ما عندكش فلوس تجيب الفوليوسكوب ما بلا ما ولا يهمك، بس على الاقل تجيب الديرموسكوب. هنا بقى الفوليوسكوب بيعد لنا 48 تيرمينال هير. بعد ما اخذ العيان العلاج ضروري بعد شهر نتقابل مع العيان ونرجع نعمل تاني. انما بصوا ادي الاربع حاجات، ادي القشر، ادي نوع الهير، ده في دايفيرستي ولا ما فيهوش دايفيرستي اللي احنا بنتكلم عليه. بصوا لما رجع تاني العيان بعد 5 شهور وعملنا له تاني بقى 183، ده نورمال، تسلم عليه وتقول له شكرا وخلص الموضوع. قعد محمد سمير ولا مصطفى سنة يقعدوا يعدوا الشعر واحده واحده، والعيان بيشاركهم في العد علشان تبقى الدنيا ماشيه صح. ادي تاني بيفور اند افتر تريتمنت، ازاي الكلام ده؟ دي 64 بقت بعديها 106 106 106. طيب ايه بقى كده على طول هتلاقوني ببتدي في العلاجات وات از نيو صراحه يعني،
what is new الN acetyl cysteine tablet. N acetyl cysteine tablet دي مهمة خالص اللي هي systemic treatment of trichotillomania. N acetyl cysteine, this is a new promise اللي هي 1200 ميلي جرام بناخد N acetyl cysteine كل ديلي لغاية 6 أسابيع بيجيب نتيجة حلوة مع الأنتي ديبريسن. عايزة دكتور صبور. يعني ايه عايزة دكتور صبور؟ يعني ما ينفعش تشتغل كده، لا صبور، تاخدها واحدة واحدة لغاية ما تجيب معاها نتيجة كويسة. ادي بيفور تريتمنت ترايكوتيلومانيا اند افتر تريتمنت، حاجة جميلة. لكن ما تفتكرش ان الدنيا هتمشي مقزقزه كده ومزهزهه وحلوه، لا طبعا الدنيا ما تمشيش كده دايما. ممكن تجي لك منهاره. ليه؟ لان الدنيا اتقطعت تاني منها اهي. يبقى دي بيفور اند افتر تريتمنت، بيفور اند افتر تريتمنت. بصوا حاله تانية بيفور، شوف كانت وصلت لايه، مزعت الدنيا. بيفور اند افتر تريتمنت اوف ترايكوتيلومانيا. نمشي تاني كده. ايه بقى ديت؟ اعتقد احنا كنا وقفنا هنا. هي دي الالوبيشيا رياتا. الالوبيشيا رياتا اول حاجه ضروري تعرف بقالها قد ايه، ادي واحد. واهم حاجه تعرف دي باد ولا جود بروجنوزز. لو هي من المجموعه بتاعه الجود بروجنوزز ديت ان شاء الله الدنيا هتمشي كويسه. انا بقول لكم اللي كاسر عند دكتور الجلد زي وزيكم ثلاث حاجات ما لهمش رابع زي ما بيقولوا. واحد السورايسس، اتنين الفيتيليجو، تلاتة الالوبيشيا رياتا. وحشين في العلاج الى اقصى درجة تتخيلوها. دي الالوبيشيا رياتا. طيب دي فيها مالتيبليسيتي وبتشبك في بعض، امال انا عايز اعمل ايه؟ ضروري ادور على كذا حاجة عشان اعرف دي جود ولا باد، ولا ضروري تكتف ان ديت اكتف ولا ان اكتف ليجن. هعرف منين يا دكتور عاطف؟ هدور على الاكسكلاميشن مارك، هنشوف سوا كده واحنا بنشرح. دايما بتيجي على البوردر الاكسكلاميشن مارك. يبقى ديت الوبيشيا ارياتا مالتيبل فتحة على بعض، الصراحة دي باد بروجنوزز بس مش قوي، دي تتلحق. بص على الضوافر، هل فيها بيتنج ولا ما فيهاش بيتنج؟ وديت برضو من الحاجات اللي هنتكلم عليها لسه شوية. يعني شوف بقى ازاي ديت مالتيبل وبقالها مدة، واللي اوحش من كده كمان انها قربت تمسك في البريفري. يبقى دي اللي احنا بنقول عليها الاوفييزز، لكن دي ضروري ندخل في العلاج جامد خالص. يبقى ادي التاني مالتيبل الوبيشيا ارياتا، واللي فيها هنا الباد بروجنوزز. ليه؟ المالتيبليسيتي فيها باد بروجنوزز. وادي ديت، بصوا المنظر دي سنجل، لكن سنجل بألف حاله، لانها جاي بقى في انها وحشه. ليه؟ لانها جايه جنب الخط البريفري كده، عشان كده دي بنقول عليها اوفييزز وباد بروجنوزز. الوبيشيا ارياتا ديت باد بروجنوز، برضو الوبيشيا ارياتا باد بروجنوز. الوبيشيا ارجوكم العيانين بيبقوا منهارين فيها خالص خالص خالص. ديت الوبيشيا ارياتا جاتلي، والده كان كويتي وجالي، انا فاكر يا ربي قلت له ضروري اديله سيستميك كورتيكوسترويد. ابتديت اكتب سوليو بريد بتاع، قال لي ايش بتكتب؟ قال لي كده ايش بتكتب؟ قلت له بكتب العلاج. قال لي ايوه، ايه ده، عباره عن ايه يعني؟ فبقول له هكتب له سوليو. قال لي ده كورتيزون؟ قلت له، قال لي لا انا ما ببغى كورتيزون. يعني ايه ما تبغى كورتيزون؟ ابنك ده لو استنينا عليه شويه مش هينفع. قال لي ما ببغى. قلت له زي ما انت عايز، خلاص براحتك. هوب بقى جالي بعد قد ايه؟ بعد جالي بالظبط بعد شهرين. شوفوا المنظر حصل له ايه؟ فتحت وابتدت الدنيا تسوق اكتر واكتر واكتر. فابتديت اكتب، قلت له يا مولانا يا شيخنا يا حبيبنا، ده هنبتدي نكتب له
السوليبريد. قال لي ده ايش؟ قلت له ده كورتيزون. قال لي لا ما ببغى كورتيزون، دي سموم وقعد يديني محاضره. قلت له انا اللي غلطان، بلاش يا عمي. بصوا بقى بعد 6 شهور من دي، 6 شهور من دي حصل ايه؟ اهي هوب الواد داخل مننا في الوبيشيا توتاليس توتاليس. قال لي اهو بقى، قال لي معلش بقى اكتب له كورتيزون. قلت له لا انا ما ببغى عالجه خالص، انت يا عم روح انت بقى عالجه زي ما انت عايز، يا دكتور يهديك يا بتاع. ما فيش الحالات ديت لو خفت سبحان الله ترجع كده، يعني ترجع كده ترجع كده لغايه ما تملى لو خفت. انما طيب انا ايه خلاص ده هينتهي حياته؟ لا ديت انا اعتقد ضروري عايزه برضو سيستميك ستيرويد وبوفا ثيرابي، وده برضو من الحاجات ايه كمان في الالوبيشيا ارياتا. بصوا ديت الوبيشيا توتاليس ولا يونيفرساليس؟ لا دي لسه توتاليس، لان الحواجب موجوده والرموش موجوده. ما انت دكتور يعني مش ما تبص تبص كده وخلاص، هو انت ميكانيكي؟ انت دكتور يعني ايه دكتور؟ يعني تبص كويس. هنا ما فيش لكن هنا في حاجب وكده. ديت الوبيشيا توتاليس توتاليس، اهي الوبيشيا داخله او بقت يونيفرساليس لان الحاجب ما فيهوش شعر. ماشي يا باشا، ديت توتاليس لان لسه في مستاش وفي كده الوبيشيا توتاليس. المنظر ده بقى حاجه جديده نعلمها له. الوبيشيا ارياتا بره السكالب از فيري باد بروجنوز. خدنا كم مره بقى ايه الحاجات اللي هي فيري باد بروجنوزز؟ 1 الوبيشيا ارياتا مالتيبلستي، 2 اللي هي معاها النيل بيتنج، 3 اللي هي جاي على البريفري هنا اوفييز، ايه اللي جاي على البريفري اوف هير لاين، 4 دي الوبيشيا ارياتا اوتسايد ذا سكالب، يمكن دي اسوأهم. وديت اللي احنا بنسميها الوبيشيا ارياتا اوتسايد ذا سكالب، ودي فعلا فيري باد برون. ده اللي كمان اوتسايد ذا هيد نيك اسوأ، اللي هي بتيجي في الايدين والرجلين وكده. يا رب بس ايه افتكر اوريكم الحالات دي. ادي المنظر ده اهي، بصوا الوبيشيا ارياتا اوتسايد ذا سكالب، الوبيشيا ارياتا دي باد بروجنوزز. ده يعني بصوا هيطلع عينك وعين اللي جابوك لغايه ما يبتدي تنبت شعر. اوعى تنسى ان احسن علاج للالوبيشيا ارياتا ايه؟ مش هقول لكم ده. المنظر ده الوبيشيا ارياتا اوف ذا اي برام، ده والده كان محامي، انا خفت الصراحه خفت منه. انما بصوا ازاي هي الوبيشيا ارياتا واكله الرموش العين. هنا بقى ضروري تحط اللوميجان اللي هي بروستاجلاندين. ماشي ادي الوبيشيا ارياتا فين؟ في الاي براو، باد بروجنوز. لو انا حتى اديت سيستميك ستيرويد واديت اللوميجان معايا هتبتدي تجيب نتيجه حلوه خالص. شوفوا دي، بصوا بيفور افتر، يا سلام اهي بيفور اند افتر تريتمنت. وديت مش الوبيشيا ارياتا، شوف ازاي الفرق بينهم ضعيف. دي ترايكوتيلومانيا، البنت دي كانت بتنتش شعرها، يعني بتقعد تنتش حواجبها وكده. اي حد فيكم يلاقي بنته كده وابنه كده ضروري يوقفه. اهو بصوا ازاي ترايكوتيلومانيا، بيفور ديورينج ثيرابي افتر ثيرابي، عملناها بالديرموسكوب ترايكوتيلومانيا. هوبا اسوأ مرض على الاطلاق ممكن يجي لك. يعني انت فعلا فعلا لما يجي لك حالة من ديت وانت في عيادتك نحس نحس، يعني فعلا يعني تقعد تعيط جنبها. وانا دايما اقول ان الحالات دي يعني الاسوأ على الاطلاق في تاريخ الامراض الجلدية. هدفنا ايه؟ نوقف البروجنوزز. نقول تاني، نوقف البروجنوزز اوف، نوقف اللي هي الناس يترجموها بالعربي دي هي اسمها ايه؟ فرونتال فايبروزنج الوبيشيا. فرونتال فايبروزنج الوبيشيا دي حسبوا منها لان سرعه الغزو بتاعها جوه السكالب عنيفه،
ويقال يعني ان السيدة فاتن حمامة جالها فرونتال فايبروزنج الوبيشيا اخر 3 سنين، هي ما بتجيش الا في كبار السن فوق 50، وهي ده هي طيب من اللايكن بلانو بايلارس، لايكن بلانو بايلارس، انما تطير الحواجب. من الأسئلة اللي انت مهم ضروري تعرفها دايما تقول الحواجب الشعر بيقع ولا لا. يبقى دي اف اف فرونتال فايبروزنج الوبيشيا، يبقى دي اف اف ايه خلاص، دي فيري سيفير ادفانسد كيس فرونتال فايبروزنج الوبيشيا. خدوا بالكم معايا تاني، دايما بيبقى اسوسييتد معاها، نشكر فيها الحته دي ليديا رودونيكا، الفيشيال بابيولز، الفيشيال بابيولز، يبقى هنا السكالب ابتدت توسع، وديت المنظر ده بيبقى فيها اخواننا بتوع الدرموسكوبي زي الاستاذتنا الدكتوره هدى منيب ومصطفى سند ومحمد سمير ومحمد حسن. بصوا الحاجب طار، انما يقول لك عامله فيها سكليروزس حواليها في وانما بتبقى عامله لونلي. لونلي يعني ايه؟ لما تبقى انت وحيد الدار كده، مش في اغنيه اسمها كده باين وحيد الدار باين كده، او يعني حاسس انت بالوحده، الوحده جوه الصحراء يعني، دي بيقول لك فيها وحده اكنها لوحدها، دي تشخص بيها على طول الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. فرونتال فايبروزنج الوبيشيا بصوا فيشيال بابيولز ساعات بيبقى معاها تلنجكتاتيف، انما فيشيال بابيولز محدش عارف لها اصل، غالبا معاها لايكن بلانو بايلات. ايه الحاجات اللي انا اديها في العلاج؟ نمره واحد اوقف الانفيجن يعني، فبعمل ايه؟ ضروري ادي انتراليجينال ستيرويد، انتراليجينال ستيرويد، وده مهم خالص هنا اهو. اديها بكام؟ مش بكام فلوس يعني، اديها بتخفيف ايه؟ جيري علمنا حاجه حلوه، جيري شابير قال لك ما تديش بتركيز عالي، اديها فيري هايلي دايليوتد 1 لـ10. فاحنا تيجي هنا تقوم حاطط دي 1 2 3 4 5 6، والرموش العين والحاجب اوعى منها، رموش العين والحاجب حاسب لانها ابتدت تطير، فديت بنسميها هنقول تاني سيستميك ستيرويد، نحافظ عليها. انما ايه اللي ممكن اديها؟ ممكن حاجات كتيره اديها، ادي انتي ملاريا بلاكونيل 200 ملي جرام ديلي مرتين في اليوم. بصوا بقى اقدر ادي فيناسترايد، وده اول مره اقول لكم عليه، بس الصراحه دواء محمد بنهاوي يحبه، اللي يشوفه برضو يقول له جاب سيرتك يا دكتور محمد بنهاوي يحبه، وعنده محاضره اعتقد قالها لكم امبارح. انما الاذن اوف ليبل يوز، عيب الفيناسترايد انه دواء سيء السمعه. يا سلام يا دكتور عاصم، هو زي عندنا في ناس سيئه السمعه، في ادويه سيئه السمعه بقياده السيستم الكورتيكوسترول، سيئه السمعه ولستها على كل لسان، وده ما بيقولوا ادي دي فيشيال بابيولز في الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. وبصوا ازاي ادي وات از نيو بقى، اكتوس ده علاج جديد خالص خالص خالص، ادي الاكتوس تابلت، وده 15 ميلي جرام ديلي ماشي. وات از اولد زي ما بيقولوا، اولد از جولد، انما دي كانت الست الهانم انتونيلا توستي الطليانه، دي الطلياني كانت بتدي علاج الكلوبيتازول بروبرينيت، ده يا جماعه الديرموفيت. بالمناسبه اي حد يعرف كل اللي بقوله ده يروح يعمل، يعني انا قصدي يروح شغلانه تانية ما يضيعش وقته خالص يعني، اللي الغلبان زي يكمل معايا. انتونيلا توستي دي قالت ان الكلام ده should be given under occlusion، يعني تحط سلفانة كده وتقوم حطتها على بعد ما تحط الديرموفيت مرهم مش كريم، وتحطه كده under occlusion، وبعدين تحط للعيل او البتاع طاقية صوف
طول الليل. شوف بقى الكلام ده اهي، ادي دي بيفور تريتمنت، ادي منظر ده. وبالمناسبه ده تحط هنا ديرموفيت اوينتمنت اندر اوكلوجن بسلفانه، وشوفوا بقى ابتدى يتحسن ازاي. ما شاء الله يعني، ما شاء الله ما شاء الله يعني. المنظر الثاني ده اهي، ديت فاكرينها الوبيشيا توتاليس، دهنا كل راسها بالديرموفيت، بس حاسب الديرموفيت البنتريشن بتاعته عاليه، البنتريشن بتاعته عاليه، فممكن تعمل لا قدر الله مشاكل الكوشنكويد فيس. ادي بيفور تريتمنت افتر تريتمنت، وبعدين دي المنظر ده، بس خد بالك طول الوقت انا خايف عليها، فبعمل لها ايه، اشوف وشها وكده اهي كمان، انما اتملى شعرها، البنت فرحت قوي قوي. ادي المنظر ده اتملى خالص اندر اوكلوجن كده، ما شاء الله خفت. انما حصل حاجه مهمه، ايه هي؟ ان هنا في الحته ديت الشعر وقع تاني، ولا يهمك، تكمل العلاج هتلاقي الدنيا ماشيه حلوه خالص خالص خالص. كمان ادي دول بيفور تريتمنت، ادي افتر تريتمنت. الواد ده بيجي هو ووالده فرحانين فرحه، انما دايما تقول للمريض هيحصل كبوه. يعني ايه هيحصل كبوه؟ حته يعني مره واحده الشعر هيقع تاني. ادي اهي باد نيوز، الشعر وقع وبعد كده كمل. الوالد انا حافظه ده اهو، بعد سنه ونص العيان ده بصوا كان كده كده بقى كده، اتملى شعره قوي، وده لم يتعرض لكبوه، الحواجب تقلت. ادي بيفور تريتمنت وده افتر تريتمنت، بيفور اند افتر تريتمنت، وده مهمه الى اقصى درجه تتخيلها. ماشي يا باشا، دي الجود نيوز والدنيا مشيت حلو. واحده تانية، دي فيري اكستنسيف الوبيشياس، الوبيشيا ارياتا، بيفور تريتمنت شوف ازاي اتحسنت، اتحسنت قوي 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 وتقل الشعر، لكن حصل لها كبوه في النص برضو، تلاقي الدنيا تقع. ديت بيفور تريتمنت افتر تريتمنت، صدقوا دي كانت الوبيشيا يونيفرساليز، انما ابتدت تتحسن قوي قوي اهي، الوبيشيا يونيفرساليس. وات از نيو بقى اتعلمناه من هدى منيب، اللي هو الالوبيشيا انكوجنيتو. بصوا بقى الديرموسكوبي كورس ده ضروري تحضروه، مش عشان حاجة يعني، لانه تعليميا تعليميا هيفهمك الجلدية من اولها. مخك يعني على قده شوية يعني بعافية، اتعلم الترايكوسكوبي بس يعني. يعني انا شخصيا مش شاطر قوي في الديرموسكوب، انما اعرف ترايكوسكوب كويس خالص. الالوبيشيا دي انكوجنيتو، والسؤال الاول سؤال كلكم بعتوا بقى، ايه اذر انكوجنيتوز موجوده في الامراض الجلديه كلها؟ نبعت كلنا كده وبعدين نجاوب، عشان اللي هيكسب ليه جايزه كبرى. ادي الوبيشيا ارياتا انكوجنيتو اهي، خدوا بالكم، ديفيوز هير لوس وذاوت تيبيكال باتشز اوف الوبيشيا، وومن thinning more evident on top of the scalp، ديت misdiagnosed as telogen effluvium او diffuse alopecia او androgenetic alopecia. الوبيشيا ارياتا انكوجنيتو، الترايكوسكوب بتاعها مختلف. لسه بقى هدى مني بتقول لكم ايه يلو دوتس والكلام ده، هندخل فيه بالتفصيل. ادي يلو دوتس ده بقى ترايكوسكوب انكوجنيتو فيها يلو دوتس، ودي تري جرو ابرايت، ابرايت تري جروينج هير، ابرايت يعني واقفه على حيلها كده. بصوا بقى ايه كمان ديت اهي، ديت الاسوأ واكثر سوءا من الترايكوتيلومانيا، والاكثر سوءا من الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. تجي لك العيانه بتعيط ومنهاره، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها كل شعرها قفش، كل شعرها قفش اهيت، بيبقى يقفش كده، استغفر الله العظيم، ده يوم مهبب
تقوم قصه بيتقص كله وبعدين يقوم عامل كده تاني. مأساة اسمه بليكا نيوروباثيكا او الماتد هير مونوليثريكس. السؤال التاني بقى، الراجل ترامب ده شعره هو اصلع ولافف شعره ولا ده شعره ولا ايه؟ فاحنا عايزين، ده سؤال مهم يعني، نعمل دايجنوز اصلع ولا لافف شعره ولا كاوي شعره ولا ضربه بطاس ولا ضربه بويا، ما نعرفش. انا ضروري نعرف لان شكله غير طبيعي. المونوليثريكس ده بيديد هير اهو، ده البيديد هير دي بقينا نلاقيها هنا في العياده كتير، ده بالترايكوسكوبي بصوا ازاي ويقوم مقصف الشعر، ادي الترايكوسكوبي. دي حاله تانيه، ترايكوسكوبي للمونوليثريكس بيوقع الشعر ويقصفها يفرول الشعر. ماشي ماشي. وات از نيو بقى، شويه حاجات كده ضروري تكونوا دريانين بيها، ان لقينا بيبر بتقول اندروجيناتيك الوبيشيا بيبقى معاها الاي جي اي كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز ان مين اند وومن، يعني الاثنين دول مهمين. يعني ايه الاثنين مهمين؟ يعني الاثنين مهمين خالص. ليه؟ لان ان احنا العيانين بندي في الفيميل الدكتون، بدل بندي الدكتون تذكر بقى ان العيانين دول برون للهارد ديزيز. فهمتوا قصدي؟ فاحنا ديت ان كونكلوجن ديترمينيشن هنا اوف ذيس ميتابوليك سيندروم از ا ماست، وحاسبه من السايد افكت بتاعها البريزنس اوف كارديوفاسكولار ريسك اوف انكلودنج ان ذا ادلت تريتمنت. دي مهمه خالص. ايه كمان؟ ابتدى يقارنوا ما بين المينوكسيديل 5% وانس ديلي فيرسس ال 2% سوليوشن توايس ديلي. خد بالك هنا بيقارن بين 5 فوم وال 2%، هيلاقي وانس ديلي الفوم سوليوشن ريديوسز السايد افكت، واللي اهم كده استاتيك، يعني بيشجعوها الجماعه بتوع جونسون اند جونسون، انما ضروري انا بدي 5% وبس، بدي ال 5% مره واحده بالليل 18 رشه مينوكسيدين، لا علاج من غير المينوكسيدين وانس ديلي. خدوا بالكم ده المينوكسيدين ده 2% او 5%. It is FDA approved. دلوقتي ال FDA وافقت على ال 5% للميل والفيميل. انما بيشتغل بيطول الهير سايكل الانجين بالذات، وبي انلارج المينيوتشرايزنج فوليكل. يعني بيقلل الحركه بتاعت ان بيحصل مينيوتشرايزيشن للهير فوليكل. تيلوجين شيد with initiation، وديت ممنوعه في البريجننسي كاتيجوري سي. هنا الريتيشن كل عيانين كتير اول ما تقول لك في الريتيشن عشان البروبايلين جلايكول، بروبايلين جلايكول. طب نعمل ايه ساعتها؟ نعمل الفوم. يبقى هنعمل الفوم، نعمل الفوم، وده مهمه الى اقصى درجه نتخيلها. الافيكاسي 5% كونسيستنت فيها كويسه خالص خالص للمينوكسيدين. دي حاله يعني ممكن اخد فيها جائزه الدوله التقديريه، دي زمان صبر ايوب انا فيها طبعا. دي تيبيكال اندروجيناتيك الوبيشيا الدكتون وجلوكوفاج، يا سلام يا رب تستحمل الدكتون 200 ملي جرام او السبايرونولاكتون ديت، بس بعد 8 شهور ابتدت تقفل، وشوف الجمال بتاعها ابتدت تقفل. طبعا مش كل الحالات هتمشي كده، معاها مينوكسيديل، معاها بقى بقعد اديها تحبيشه كرياستيم وبديها كمان شامبو، هتلاقي الدنيا ماشيه حلوه خالص لغايه ما قفل. لو هي جايه مع بنتها قول لها انا هعالج بنتك اسهل، لو هي جايه مع بنتها وحفيدتها اضرب العلاج للثلاثه. ودي من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها خالص، يعني ما شاء الله. يعني يبقى ديز ذا اي جي اي، وده مهم
فيميل باترن بيفور اند افتر ثيرابي مايو 2012 هنا الافيكاسي اوف لاتانو بروست اون هير جروس وده الانهيلسي ده مع الاندروجيناتيك الوبيشيا لاتانو بروست ده حاجه جديده ادي اللي كان بيعالجوا بيه الجلوكوما لما بيعالجوا بيه الجلوكوما لكن لقوا ان شعر الرموش العين بيطوى عشان كده اللاتانو بروست اون ذا هيومن سكالب هير جروس ابتدوا بيشوفوا له حل قالوا الله ده افكتيف حاجه جميله فعلا ادي بيفور اند افتر ثيرابي اي بي سي دي ابتدت تتقل خالص على اللاتانو بروست. ايه مشكله اللاتانو بروست ده لا مؤاخذه انه غالي لما الامريكان بتوع ترامب وبتوع الغنى والغنى الفاحش يبتدوا يقولوا ده غالي يبقى نفرمل شويه غالي يعني يا نهار اسود غالي غالي ازاي ده غالي جدا كمان بصوا بقى ديت وزن اعتقد 2 مانثس بيفور اند افتر وعملنا لها كده المينوكسيديل اللي هو الريجين 5% وات از نيو بقى امسك نفسك كده هقول لك شويه حاجات بقى قنابل يعني بس عايز عيان غني غني اغنى منك يعني ازاي الكلام ده هنا في حاجه اسمها جاك انهيبيتور وعيان عنده سورايسز والوبيشيا ارياتا ادوله الجاك انهيبيتور الاثنين خفوا فان ا بيشنت ويز بليك سورايسز اند الوبيشيا ارياتا الوبيشيا حتى يونيفرسالز فده بيضرب عصفورين بحجر واحد يا سلام اهي وشوف الدنيا اتحسنت ازاي طبعا هل لما هوقف الجاك انهيبيتور هيرجع الصراحه بيقولوا لا جاك انهيبيتور ممكن يكسر عقدتنا من اول مرض من الثلاثه اللي بقول لكم عليها من الالوبيشيا ريات جاك انهيبيتور جاك انهيبيتور فيها مشكله ثانيه يا دكتور عاصم يا باشا انه تمنه $5,000 مشفيين بالسعر الجديد ابو 20 جنيه ده كل سنة وانت طيب $5,000 في الشهر يعني في 20 جنيه مياية يا نهار اسوح تقولهاش للعيان عشان كده what is new في الثيرابي اربع حاجات جديدة بروستاجلاندين اللاتانو بروست الاندروجين ريسبتورز الجاك انهيبيتور والاديبو سايز اديبو سايز طيب ادي اللاتانو بروست سوليوشن لما يتحط في على الرموش العين بيزود قوي ده يعني من الحاجات اللي عملت لي انا صراحه شهره ما بعدها شهر اديني الدواء اللي بيطول الرموش يا دكتور عاصم عشان خاطر الدواء اللي بيطول الرموش يا دكتور عاصم اللي هي اللاتانو بروست او في هو الغالي بتاعه اسمه لاتيس خدوا بالكم الغالي بتاعه ايه اسمه لاتيس الرخيص بتاعه ايه هو الزلاتين او اللوميجان الزلاتين او اللوميجان وده مهم الى اقصى درجة اهو افكتيف ايه كمان ديت ابوتا في بقى عملوا منه اورال سيرابي اللي هي اورال سيرابي اللي هي البروستاجلاندين التليفون ده مش بتاعي ده بتاع دينا على فكره انما ما حدش يقدر يكلمها بوتنت اورال بروستاجلاندين ودي مهمه خالص خالص كمان دي از افكتيف انما سيبنا منه شويه الداي هيدرو تستوستيرون سينثيسيس انهيبيتورز ده 5 الفا ريدكتيز انهيبيتور ايه هو حاجتين الديوتاسترايد والفيناسترايد الفيناسترايد اللي هو في السوق يا جماعه اسمه بروبيشيا او المصري بتاعه نوبيشيا ماشي التوبيكال في بقى عملوا منه الفيناسترايد ده توبيكال تريتمنت والبلوكر وفي منها وصلت لفيز 2 ثيرابي نرجع بقى للايه للعبقريه بتاعت الجاك انهيبيتور ادي الجاك انهيبيتور جاك كاينيز فاميلي ان ده مهم قوي 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 كمان it is highly effective جاك انهيبيتور ان الوبيشيا ارياتا ده effective الى اقصى درجه انما غالي
غالي غالي غالي غالي، بقول لكم 5000، واعتقد كمان كان اغلى. الاديبوس تيشو بقى بتاع اللي تحت في الاسكالف ده ابتدوا بقى يعملوا له شغل. وفي واحده برضو الدكتوره هدى منيب قالت لنا عليها وهتقدر تجيبها لنا في اللي جاي. اللي جاي ده كله كله تحشيش، لكن برضو هناك من الحشيش ما ينفع يعني. ازاي يعني؟ ما مش عايزين نتريق، لانه افكتيف. قالوا هل التلفاظ ابو ثلاثة ساخ افكتيف في حالات الالوبيشيا؟ انا بدل ما تكتب اي انتي اي اكتب فيكسو فينادين، وده افكتيف. ال 180 مللي جرام از افكتيف اهي. ماشي، فيكسو فينادين 180 مللي جرام ديلي، هتلاقي الدنيا بقت حلوه. اخر تحشيشه اللي جت دي اضرب معايا بس دخان ولين عشان تصدقها. ايه هي؟ اورال مينوكسيديل. اورال مينوكسيديل، المينوكسيديل بقى دلوقتي القرص واحد بس، ده حاجة جديدة خالص. بنديها في الفيميل باترن هير لوس اهو، ده افكتيف جدا 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 في الفيميل اللي هو الاي جي اي. انما الدوز قد ايه؟ الدوز بتاعته صغيرة خالص عشان العيانة ما تدخش. ماشي، 25 مللي جرام، ده بوينت 25، والدكتون معاه 25، افكتيف في التريتمنت اوف فيميل باترن هير لوس. القنبله بتاعتنا اللي زودت رزقنا خالص اللي هو البي ار بي. ماله بقى البي ار بي؟ البي ار بي ده بليتليت ريتش بلازما. انا هبوريه لكم عمليا هنا زي ما بنعمله في العياده. ده الاغلى الرياجين، ده ريجين الريجين ده الاغلى. انما ده اللي احنا غالبا بنشتغل بيه. وطول النهار يجي لنا شركات، احنا الحكم عندنا ايه؟ بنعمل بيها اختبار، بناخد الانبوبه ونشوف بيطلع بليتلت قد ايه. لو فصل عندنا بليتلت فوق ال 200,000 وال 300,000 و 400,000 ده في الاوكي. انما اقل من كده والله في سما ما ناخدوش حتى لو ببلاش. العيان عندنا اهم حاجه. ادي دي كلها انواع علاجات. الاسعار دي عشان ما تكونش دي قديمه، الاسعار دي هيجي هتقول له ده الدكتور عاصم بياخد بالسعر ده حد على طول، وبيدونا هديه، بيدونا بتاع ده كمان الغالي قوي اللي هو السنترفيوج، الماني محترم. انما خدوا بالكم برومو ايطاليا، والتاني ده الاسعار دي غلوا علينا شويه، انما هيقول لك على طول خد قده وانا اديك السعر ده. قول له هاخد، خد الكميه كلها مش بتبوظ يعني، فاهم قصدي؟ هنا ديت المنظر ده اهي، انا هوريكم ازاي بنقول بعد التنظيف والبتبقى كلينزينج، بس برضه حبه هي كانها عملي، هي بتتقال قدامكم. وادي المنظر ده ازاي بقى تنظيف تماما تماما ان شاء الله بالكحول ولا كده، ونبتدي ننظفها خالص. هنبتدي نحقن انترا ديرمال. هنا بقى في مدرستين في الحقن، اكنك بتحقن ميزوثيرابي واكنك بتحقن، انا ما بعملهاش فمش هتلاقوني شاطر فيها. اعتقد دي دكتوره، اعتقد دي دكتوره رضوى اعتقد، او ده بس ده ساعه مش عارف. ودي بتحقن مش انتراديرمال، دي بتحقن سوبرفيشال. تاني بيبقى متعب شويتين خالص 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 بقى. انا هوريها لكم باستفاضه، ان دي لقمه عيشنا. يعني ايه لقمه عيشنا؟ كل الناس عندنا بتعملها، ودي مهمه خالص خالص، بس انا ما عنديش وقت اعملها. يعني انا هوريكم بقى. الاول اهو بنسحب دم اهو من العيان اهو، بنيجي نسحب. كان اول ما ابتديناها كان الدكتورات يقولوا لك يا دكتور عاصم انا ما بعرفش، ده انا بدوخ، انا اشوف الدم من هنا دوخ. والنبي اهي دكتوره اهي، بقوا بيحطوا في بقهم الحقنه وبقوا اساتذه. لا مفيش، من اول خبطه على طول. شفتوا ازاي؟ علشان طبعا ده لقمه عيشهم.
لقمة عيشهم لقمة عيشهم يعني، فما بقاش كده، ما فيش أسرع من كده طبعا، ولا معمل ولا ما تقوليش معمل أهي، بس عيان معاه لوحده أهي. وبعدين أول ما هتتحط في الأنبوبة دي هتلاقيها اتمالت خالص خالص خالص، سحبت أعتقد 10، وتترج بالراحة بالراحة خالص. وبعدين تتحط فين؟ هتحطها في السنترفيوج. العيان بياخد منها قد إيه؟ ما بين نص التلات أرباع ساعة. في حقنة حطيتها عشان تظبط الميزان، وبتبقى مكتوب عليها هتلفها لمدة قد إيه، وبعدين لفتها خلص الموضوع على كده. طيب ايه كمان اهي دي تاني. بعدين الخطوة التانية يا جماعة اللي هي ديت اهي، الحقن اهي كلها هي هتاخد ست حقن، ستة من بتوع الانسولين، وتحطها جواها. يعني ايه وتحطها جواها؟ وتيجي تبتدي تحقن في الانتراديرمال زي ما انا قلت لكم. التكنيك ده برضه هوريه لكم بسرعه شويه خالص خالص خالص. ادي خدت السنترفيوج، بصوا هتعمل ايه؟ هتيجي هنا هتسحب بيها وتحطها في السرنجه، وفوق الحته ديت الريتش، وفيها حته في النص هي اللي فيري ريتش للبليتلت، هسحبت بيها خالص خالص خالص، وهتحطها تاني فهتوزعها على السرنجات بتاعة الانسولين. بصوا الدقة في الشغل، لان دي بتجيب معانا فرق جامد جدا الى جامد. انا طبعا الحمد لله يعني، وعارف يا واد انت، هو لو حد نقى عليا احنا عندنا اوض كتيره فيها الكلام ده، يعني دي مش شغاله لوحدها الدكتور، عندنا اوض كتيره فيها سنترفيوج وشغاله، سنترفيوج وشغاله. السعر كام بقى؟ هي الدنيا غليت، انا بعملها حب اقول لكم كل سعر لوحده، لان دي البتاع مهمه قد اهملت فيها، وبعد ما مليتها تتقفل وتبتدي تحقنها على طول جدا. اهي اهي انا بقول هي اللي بتشتغل او هو، احنا عندنا ناس يعني كتير، عندنا اعتقد 8 ولا 9 بيشتغلوا كل يوم، في 4 فتلاقي ايه ساعات مش هيرضوا ان انا اقعد صورهم كده لانهم مش فايقين لي. فانا هنا دي الصورة واضحة خالص خالص، وهزتها كويس، هتيجي تاخد قطنة وتبتدي تحقن. يبقى احنا اهي خدوا بالكم، هو ده اللي انا بوريه لكم، هو الوقت الاكتوال، هو ده الوقت اللي هو بالملي بالملي بالملي. المنظر ده اهو اهو اهو، هنا ديت برضو ملهاش معنى التكرار، ادي ديت بتتعمل فيها وتتحقن فيها كويس خالص، هتلاقوها تتحقن وتتظبط. ده الصوت بتاع السنترفيوج، وبعد التنظيف نتعمل بيجيب نتيجة ده ما شاء الله جامدة خالص خالص كمان. هنبقى نتكلم على الكلام ده تاني اهو اهو اهو، ودي حاجات قبل وبعد. يعني هنا ده بالفوليوسكوب 93 بقى 119، ادي الميزو سيربو انواع العلاج اللي احنا خدناه اهو، وادي بعد 3 جلسات، بصوا 3 جلسات بي ار بي، وبتاخد الدكتون والكرياستيم، وده مفيش حاجة اسمها من غير رجيل استحالة. وده مهمة جدا 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 جدا. ادي الحالات كلها، لكن طبعا انا اقدر ادخل ان ديبث اكتر، لكن دي كل الحالات، الوبيشيا رياتا، باد بروجنوزز، اندروجيناتيك الوبيشيا اللي هي الثينينج، وادي الشيدنج، وادي دي ترايكوتيلومانيا، ودي التراكشن الوبيشيا، وكده يعني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله، يعني غطينا الدنيا خالص خالص خالص. انما ممكن ابتدي ادخل ان ديبث معاكم في الموضوع. انا بتهيألي دلوقتي دوشتكم ساعة بحالها بتهيألي، لكن في الاخر على فكرة انا بشكركم، بشكر ماي والله كتر خيرها لها عملت الحكاية دي. انا عمال افكر بس في ازاي اقول لكم المنهج كامل،
يعني عمال اشوف كل خميس وسبت. قالوا لي يا دكتور عاصم حاسب ما حدش هيبقى يجي بعد كده للمؤتمرات. انا ردي ايه يا عمي؟ اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي يجي، يعني كل واحد على حر. زي ما انا بطلع في التلفزيون واقعد اشرح كل حاجه واقول العلاجات، يقولوا لي حاسب ما حدش هيجي لك. يا عم بص، الا الرزق، الرزق ده هو اللي بيجيب الناس ليا في المحاضرات وهو اللي بيجيب الناس ليا. اوعى بس، المهم ما حدش يخبي علم، ما حدش يخبي علم. اوعى تنسى الارقام، 5 مليون شعرايه بنتولد بيها، 100 ألف شعرايه موجوده في الاسكال، والشعرايه بتطول 10 مليمتر كل شهر. ايه كمان غير ال 10 مليمتر اللي بتكتب ده؟ ان في 100 شعرايه بيقعوا في اليوم. This is a semi complete hair course. انا هقول لمي بعد كده هنعمل ايه المره الجايه علشان اقدر امشيكم زي ما انتم عايزين. عايزين نكمل الهير، نكمل السيرابي، نكمل المنهج، بس ايه المهم عندي؟ بس ان شاء الله ان شاء الله يحصل الفايدة. وشكرا شكرا شكرا. نقفل بقى.